أخيراً عاد التوائم بين أبناء القبائل المحتربة في ريف محافظة لحج، وتحديداً في مناطق الصبيحة أكثر مناطق المحافظة فقراً وتنامياً لظاهرة الثأرات، حيث تطوي اليوم قبيلتا الزعاور والحنيشة صفحة من ماضيها الأليم، ماض تكللت أيامه ولياليه بالتمزق والاحتراب. هنا تفتح القبيلتان اليوم صفحة جديدة من الألفة عنوانها السلم ونبذ العنف، قدر الله ما شاء فعل، خصوصا بعد أن كاد نزاع الثأرات يحصد العديد من أرواح أبناء القبائل وينمي هذه الظاهرة التي كان يغذيها نظام المخلوع عبر وجهاء قبليين. أثر المنتشر في الصبيحة بسبب تراكمات النظام السابق وما أدانا إلى تغذية هذا الثار وأدى إلى تعطيل بعض من مرافق الدولة وبعض المدن، لأن الثار هذا هي آفة، ونحن بصددنا عملنا الجهد الكبير لكي نحجم هذا الثار. اختفت حدة الثأرات من أغلب مناطق الصبيحة بشكل ملحوظ، وهو ما يفسره البعض بأسباب عدة أبرزها حرب الميليشيا على مختلف مناطق الصبيحة بدءا من جبهة كرش شرقا إلى جبهة كهبوب وباب المندب غربا، وهو الخطر نفسه الذي استشعرته هذه القبائل وباتت تقاتل اليوم في صف واحد. ما من طريق أمام أطماع الميليشيا كجبهة خارجية إلا التوافق والاتفاق وترتيب الجبهات الداخلية، إذ يعمل الرجال الخيرون من أبناء هذه القبائل على وتيرة توحيد الصفوف لتحجيم ظاهرة الثأر وكبح تناميها في مختلف مناطق المديرية.